الشابتر بده يرجع له، حاب يرجع له، بده يديره، فهو رقم 108. sinusitis definition هي عبارة عن inflammation أو infection of the paranasal sinuses. هلا إحنا إذا شفنا الوجه هاد، وين موجود الجيوب؟ هاي جيوب، هي مش كلها أنفية، مش كلها هون عند النوز، في جيوب فوق العيون، هاي جيب جيب اسمها frontal sinus، وفي جيوب تحت العين أو بالخد بسميها maxillary sinus، تمام؟ وفي الجيوب اللي هي البرانيزل. فالجيوب ما مغطي الوجه كامل. اي انفكشن او انفلاميشن، واحنا هلا عندنا القدره نميز بين انفكشن وانفلاميشن. فالانفكشن اذا كان في مايكرو اورجانيزم، سواء كان فايرال، بكتيريال، فنجس، وات ايفر، بنسميه انفكشن. بس برضه ممكن هاي الجيوب يصير ساينوسايتس من انفلاميشن، مثلا تريجرز من اليرجن، من environmental triggers، اشي مثلا خارج بالبيئة يصير trigger ويصير عنا inflammation وليس infection، تمام؟ فإذا البرانيزال sinuses أو هاي sinuses كلها ممكن يكون عنا inflammation وممكن infection. بنميز الانفكشن بده يكون microorganism هو السبب في الانفلاميشن اللي عم بصير، تمام؟ فالsinuses are hollow cavities، يعني مش عارفة هولو كافيتيز بالعربي، يعني فتحات في الوجه. In the facial bones that connect to the nasal cavity through the narrow channel called ostia. يعني هاي كلها بتصير لها connection مع بعض في قنوات خاصة اسمها ostia. هلا قبل كان نحكي sinusitis التهاب جيوب، بعد جديد صار يسموه rhinosinusitis preferred أكثر من نحكي sinusitis لحاله. ليه؟ لأنه أغلب المرضى اللي بيكون عندهم سينوسات التهاب جيوب دائما بيجي عندهم راني نوز، دائما بيجي عندهم احتقان بالنوز بالنيزل ميوكوزا، دائما في انفولفمنت بالنيزل ميوكوزا، وبالتالي ما دام النيزل ميوكوزا دائما انفولفد، دائما في عندنا كونجيشن في النوز وراني نوز، بقول لك الأفضل نسميها راينو سينوسايتس أحسن من إنه نسميها سينوسايتس لحاله. هاي تاني نقطة بدنا نحكيها. ثالث نقطة، The majority of rhinosinusitis infections are viral in origin. مش فاهمين مدامه viral، مدام أغلب viral، مش فاهمين اللي شرحناه المرة الماضية. الفرنجيتس، yes، فرنجيتس أغلبه viral، otitis media أغلبه bacterial، هذا نفس الشيء أغلبه viral. بس لقدام رح أورجيكم كيف نميز الفيرال عن البكتيريال عشان أعرف متى أعطي مضاد حيوي. بس اغلب كيسات الراينوسينوسايتس فايرال، وبالتالي it is important to differentiate between viral and bacterial to avoid overuse من مين الانتيبايوتيك، انه الانتيبايوتيك ممنوع يتاخذ الا بالبكتيريال انفكشن. هاي ثاني نقطه بدنا نحكيها او ثالث نقطه. طيب شو في عندنا انواع من الساينوسايتس راينوسينوسايتس حسب الديوريشن تايبس، حسب اكوردنج to duration. ليش بتطول الانفكشن؟ إلها types، هاي مهمة. يعني في يعني تصنيفين، التصنيف الأول هو bacterial أو viral، والتصنيف الثاني حسب طول الانفكشن. فبنسميه acute إذا طول لمدة up to 4 weeks. إذا الانفكشن أو الانفلاميشن ضل مدة أربع أسابيع، بس أربع أسابيع مش أكثر من هيك، up to يعني maximum أربع أسابيع أو maximum نفس شهر أو maximum 30 يوم، كله نفس المعنى، هذا بنسميه acute. إذا acute هو الفترة إنه يكون معي بس لشهر السيمبتومز، بعد هيك بتروح، بنسميها acute rhinosinusitis. طيب الكرونيك last for more than 12 weeks، يعني لا بتطول هاي الكرونيك اكثر من 12 weeks، يعني اكثر من 3 شهور، يعني اكثر من 90 يوم. اوكي، لحتى احكي عنها كرونيك بدها تطول اكثر من 12 اسبوع اللي هي نفسها اكثر من 3 شهور اللي هي نفسها اكثر من 90 يوم الكرونيك. طب افرض واحد ان بتوين،
يعني بين الشهر، يعني هذا الأكيوت شهر والليكر نيك 3 شهور. طب بين الشهر والثلاث شهور بسميه سب أكيوت. سب أكيوت راينوساينوسايتس إنه يكون الفترة بين شهر وثلاث شهور. إذا أول تصنيف للراينوساينوسايتس according to the duration of infection، قديش بيطول. فالأكيوت ماكسيمم شهر، اللي هي ماكسيمم 4 ويكس، اللي هي ماكسيمم 30 يوم. طيب والسب أكيوت، خلينا هيك إذا بدنا نمشيهم بين بعض، سب أكيوت هي من شهر لثلاث شهور، والكرونيك أكثر من ثلاث شهور. إذا بتحبوا بنقول السب أكيوت تنتقل هون بينهم، يعني هاي بالدوريشن بتكون بينهم. واضح يا جماعة؟ إذا الأكيوت شهر، سب أكيوت شهر لثلاث شهور، والكرونيك أكثر من ثلاث شهور. هذا حسب الـ duration of infection أو inflammation. هلا هاي جوا الأكيوت، هاي بهمني هلا لقدام أمر أفرقها، هل هي فايرال ولا بكتيريال بناء على السيمتومز؟ هلا حنحكي عنها. قديش منتشرة الراينوساينوسايتس؟ منتشرة extremely common، كتير منتشرة. حتى وجدوا وعملوا دراسة بـ 2008 ولك كل سبع أشخاص هيلثي في واحد منهم على الأقل عنده التهاب جيوب. واحد على الأقل عنده كل واحد، كل سبعة في واحد على الأقل عنده التهاب جيوب. mainly by viruses، وممكن برضه it can also triggers by allergies أو environmental triggers أو irritants. عشان هيك إحنا عم نحكي هي ممكن تكون infection or inflammation. فإذا كان allergies أو irritants هدول مش microorganism، وبالتالي ما بقدر أحكي عنها infection. فالinflammation هو المصطلح الصح. viral rhinosinusitis complicated by secondary bacteria. وين مر معنا هذا المصطلح؟ إنه ممكن نبلش بviral وأنتهي ببacterial. secondary bacteria. no. بالضبط. يس اوتايتس ميديا، بتتذكروا قلنا في كتير مرضى ممكن يجوا عندهم فايرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن، مثلا احا رشح فلو انفلونزا، وبيريح يدوب يوم يومين ثلاثة خمسة، ولا هو مرة تانية داخل بانفكشن جديد. على الاغلب الانفكشن الثاني هو بكتيريال، وقلنا السبب انه الاميونيتي بتقل، الميكوزا بصير فيها دمج. هاي نفس الاسباب حنحكيها هون، نفس المبدا. هاي ببلش بفايرال rhinosinusitis أو أي إيش تاني، أو upper respiratory tract infections، أي upper respiratory tract infection. بيجي بعديها بعد كم يوم من إنه يرتاح من هذا الفيرال infection بيدخل ببكتيريال infection تاني. تمام؟ هاي نشرحها لقدام الـ duration of symptoms. وهاي برضو متكررة، الشيء هذا يتكرر عشان تضلوا انتم مركزين. طيب فالباثوفيسيولوجي تبع الديزيز، اكيوت بكتيريال سينوسايتس يوجوالي بريسيدد باي فايرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن. نفس هاي الجمله اللي قبل شوي، بالعاده بيكون عندي فايرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن، بعدين بيدخل بسكندري اكيوت بكتيريال راينوساينوسايتس. ليش؟ هاي الاسباب. بصير في عندنا ميوكوزا انفلاميشن، بضل الميوكس متحشر، وبالتالي بصير عندنا اوبستراكشن، مسكره، مش بيجوا عندهم احتقان، بتلاقي انه في ميوكس مسكر الطريق. هذا الميوكس لو انا حللته بعباره عن ايش؟ هذا الميوكس ايش المكونات تبعت الميوكس؟ شوجر بروتين، بروتين من الميوكس تبعنا عن بروتينات، وبالتالي يعني غذاء للبكتيريا. لما نقول في عندنا ميوكس، ولما نقول درجه الحراره 37، ولما نقول اصلا الاميونيتي قليله لانه عندي ميوكوزا دمج، فالبكتيريا ايش؟ زي ما بنحكي اكله مرعى والا الصنع. البكتيريا بتكيف لانه الحراره ممتازه، في عندها غذاء اللي هو الميوكوز متحشر، وبالتالي هذا بتتغذى عليه البكتيريا، والاميونيتي تبعت المريض قليله، فالبكتيريا بتطلع بشكل كبير. تمام؟ هذا بعد ما يكون عنده فايرال انفكشن. لما نقول كرونيك ساينوسايتس، يعني اغلب الاكيوت اسبابها واضحه اللي هو يكون عنده انفكشن، الكرونيك اللي بضل عندهم
التهاب جيوب لأكثر من 3 شهور. شو في عنا أسباب؟ يعني هون بقول لك not well studied، بس شو ما في أسباب؟ يعني الجروب الأول، المجموعة الثانية اقترحت أسباب، أنا بدي أشوف إيش بده يطلع معكم أنتم. chronic sinusitis بقول لك مش كتير واضحة الأسباب، أنتم بنظركم شو في أسباب مقترحة إنه بصير عندنا chronic، يعني ضل فوق 3 شهور عنده symptoms، إيش رأيكم؟ ممكن يكون السموكرز دكتوره. ممتاز، سموكر، يعني في عندنا تريجرز، يعني خلينا نحكي نسميها كرونيك تريجر، يعني دائما بيتعرض لتريجرز خارجي. اعطى هيثم مثال عليه السموكر. ممكن متعرضين احنا لشيء بالجو ضل كرونيك، ضله موجود، يعني ما عم بنقام. صح، كرونيك اكسبوجر تو تريجرز. شو كمان؟ شو غير كرونيك اكسبوجر تو تريجرز؟ ايش ممكن يكون اسباب انه ضل عندهم التهاب جيوب مزمن كرونيك؟ المناعة عنده قليلة كمان دكتورة. يس، واحد له اميونيتي فدائما عنده ري انفكشن. مثلا لحميات، صح؟ في ناس دائما عندهم لحميات فبيضطر يروح يعمل سيرجري يعمل لحمية، بتروح الساينوسايتس. مرات بترجع بيكون مثلا السيرجري مش كتير معمولة صح، بترجع اللحمية بتطلع، عنده راينوساينوسايتس. اوكي، فإنه يكون اللحميات مستمرة موجودة هون ممكن يضطر ل إنه سيرجري. جينيتك، في ناس اقترحوا إنه ممكن يكون عنده جينيتك بريديسبوزيشن. صح، ممكن يكون في عنده واحد عنده جينيتك بريديسبوزيشن للكرونيك انفلاميشن أكثر من غيره. هاي من الأسباب المقترحة، بس فعليا لهلا ما في إشي واضح جدا ليش في عندنا كرونيك ساينوسايتس. هي مالتي فاكتوريال، في أكثر من عامل بيتدخل. طيب نيجي على الإيتيولوجي، فيروس هي الموست كومون. طيب لو قلنا بكتيريال، بقول لك سيم بكتيريا امبليكيتد ان اوتايتس ميديا، يعني نفس البكتيريا اللي بأوتايتس ميديا بتسبب لنا ساينوسايتس. طيب تتذكروا ايش كان بالأوتايتس ميديا الـ3 بكتيريات المتهمين بأكثر نسبة؟ دكتورة، ستريبتوكوكس نمونيا والإنفلونزا والماركسيلا. وامونج هدول الثلاثة، الاس نيموني اللي ستريبتوكوكس نيموني والاتش انفلونزا، اكثر بتشوفوا 50 ل 70% من البكتيريا ساينوسايتس بالادلت والتشيلدرن هي سببها ستريبتوكوكس نيموني والاتش انفلونزا. كاتاراليس نسبتها اقل 8 ل 16%. وبرضه لس كومون عن الثلاثة هدول، هاي صاحبتنا ستريبتوكوكس فيجن تبعت ايش الفرنجايتس موجودة بس نسبة كتير قليلة. كمان ستاف اوريوس ممكن نلاقيها، جرام نيجاتيف باسيلاي يعني ممكن نلاقي، ممكن نلاقي اني روبس، وحتى بالكرونيك ساينوسايتس بنلاقيها بولي مايكروبيال. يا سلام، يعني لو اخذت عينة من الميوكس للناس اللي عندهم كرونيك ساينوسايتس بلاقي عندهم ايش؟ بولي، يعني خلطه بولي مايكروبيال، انيروبس على جرام نيجاتيف على جرام بوزيتيف، وممكن الاقي فنجس كمان عندهم. تخيلوا، لانهم عندهم كرونيك، كرونيك يعني مزمن، بلاقي بولي مايكروبيال ممكن الاقيه موجود. طيب شو رايكم بالدياجنوسيس؟ هل السيمبتومز هاي اللي هلا هحكي عنها مميزة؟ أول إشي شو عندنا symptoms؟ قبل ذكروني أروح على ال diagnosis أنا أرجع لها، بس خليني أشوف شو عندنا symptoms؟ إيش بيجي المريض عنده symptoms؟ بقول لك major symptoms، أشياء major يعني specific، virulent discharge، virulent anterior discharge. شو يعني virulent؟ مستمر؟ لا، frequent مستمر، كرونيك مستمر، بيرولنت لا مو مستمر. انه شفاف او كلير هيك يعني؟ لا عكسه. عكسه. صديدي؟ ايه مش صديدي، يعني اورجيكم الصوره يعني بلكي تشوف مثلا شيء. يعني بقول لك بيرولنت فيسكس، يعني بكل ميوكس طالع من النيزل ديسشارج بيكون فيسكس وكلرد، يعني
هون يا جماعة لما يكون الواحد مرشح، خليني أقرب لكم إياه. لما يكون الواحد مرشح، مرشح العادي، إيش بيكون نوع النازل ديسشارج؟ إيش بيكون لما إحنا نرشح؟ يكون فلو يعني سائل فلويد سائل وما في لون، وما في لون فيوت إله. كلرلس، بالضبط بيكون كلرلس. إحنا بالنازل ديسشارج وإحنا مرشحين مش ملحقين عليه أصلاً من كتر ما هو ووتري، وبيكون كلرلس. إيش يعني كلرلس؟ بدون لون، بدون لون، ما مشف. في لون، بيكون غير بدون لون. لون، شفاف. هلا هون لا، بالبكتيريال بيكون بيريولنت. بيريولنت بده يغير الشغلتين، بدل ما هو ووتري بده يصير فيسكس، ثيك، يعني هيك ثيك النيزل ديسشارج، ثيك فيسكس خميل. وبدل ما هو كلرلس من غير لون، لا بصير له لون، بتدرج فيه اشي ابيض، اشي اخضر، اشي اصفر. يعني كنت بدي اقرفه لكم شوي شو اسوي لكم، تمام؟ فلما احكي بيريولنت معناه انه فيسكس وكلرد، كلاودي يعني فيسكس. فالبيريولنت ديسشارج، حتى احكي عن الديسشارج بيريولنت، الكثافه تبعته بده يكون كثيف، مش ووتري هيك سائل، بده يكون ثيك. وتاني اشي بده يكون كلرد، مش انه يكون كلرلس شفاف، لا بده يدخل بكلرز، ممكن ابيض، ممكن اصفر، ممكن اخضر، حسب هذا البيريولنت. anterior or posterior يعني هل اللي بيطلع من الأنف من برا ولا بيبلعه؟ برضه هذا شيء مقرف، بيطلع برا النوز، ولا مضطر من برا، من جوا يمشي. مرات النوز من كتر ما في عنده احتقان ما بنقدر نطلع النيزل ديسشارج لبرا، قد ما تشد بيطلعش، فبنلاقي طريق ايش؟ من ورا posterior. بيجي عندهم نيزل كونجيشن، احتقان او مسكر، مسكر النيز، النوز مسكر. حتى مرات بيكونوا الشقتين مسكرين، او مره شقه بتفتح وشقه بتسكر، هذا بيجي كمان معهم. فيشل كونجيشن او فولنس، يعني بحسوا انه كل وجههم مسكر. وهذا كمان بيجي عندنا قديش من هدول الكافيتي فيها ميوكس مسكر. يعني كل ما كانت الكافيتيز كميتها او عددها اقل انفولد، بيكون الفيشل، يعني لما تكون مثلا كل الساينسز فيها ميوكس ومسكرة، فبنلاقي فولنس بالفيشل كامل. هلا اذا بس مثلا هاي الشقة، بتلاقي بس هاي الشقة بتوجعه او فيها كونجيشن، فاهمين علي؟ يعني كل ما كانت الجيوب اللي داخلة وفيها ميوكس وداخلة بالانفلاميشن عددها اكبر، فالفيشل تسكير بيكون اكبر. اذا كان الجيوب في جيب او تنين، واحد او تنين اللي مسكر، فبيكون جزء معين من الوجه بوجعه وفي كونجستشن. فيشل بين، تخيلوا، يلا خلينا نفكر، لو كانت هاي الساينسية اللي فيها ميوكس، كيف بيجي فيشل بين؟ شو رأيكم؟ الاحتقان بيضغط على اعصاب العصب، يعني بهذا الشقة شو بيجي؟ بيجي هيدك مثلا، بقول لك بوجعني من هاي الشقة، عندي صداع من هاي الشقة مثلا، أو حاسس هاي الشقة مسكرة مخدرة، هيك بيأشر بشكل localized. طيب خلينا نفكر، لو كانت هون تحت العين في عندي ميوكس، إيش ممكن يجي المريض يعاني لو كانت تحت العين؟ إيش؟ ما حزن دكتورة، بصير في وجع أسنان، بصير في عنده وجع بالفكين. ممتازة. في ناس بيجي بقول لك عندي هاي طحونتي ملتهبة، بتوجعني ملتهبة، بروح للدكتور بفحصه، يا عمي طحونتك مو ملتهبة، ممتازة ما فيها إشي. بيكتشف بعدين إنه هذا الجيب اللي فوق هاي المنطقة، هاي بمنطقة الخد، هو اللي ملتهب، ولأنه في ميوكس accumulation بيضغط على عصب الدنتل. تخيلوا، ممكن يجي عندي دنتال بين جاي من التهاب جيوب وليس التهاب الطحونة بهذا المنطقة، تمام؟ اللي بدي أوصله إنه الفيشل كونجيشن أو بين حسب الساينسز الانفولد. ممكن يجي عندهم هايبوسميا أو إن أنوزميا، يعني نقص شم أو انعدام الشم تماما. وممكن يجي عندهم فيفر، هاي ميجر. ماينر سيمبتومز هيدك،
ear pain. ear pain يعني هاي برضو القريب من الear ممكن تعمل ear pain. اللي قريب من الراس فوق بتعمل لك هيدك. القريبة هاي من الخد برضو ممكن تعمل دنتل حسب قديش هي معبية ميوكس. تمام؟ ممكن تعمل هاليتوسيس يعني ريحة فم كريهة. دنتل بين هايها دنتل بين. كف ممكن يجي معه كف. فتيج هاي تعتبر ماينر سيمبتومز. فالمريض يا بيجي معه تو ميجر على الأقل أو واحدة ميجر وتو ماينر حتى أعمل دياجنوسيس بناء على السيمبتومز. طيب هاي برضو الصورة معبرة، هاي بيريولن ديسشارج طالع، هاي حاط لك ملقط على النوز تبعه مع دليل انه نوزه مسكر مش قادر يتنفس، وهاي الفيشال بين او بريشر حسب وين جاي الوجع اعرف انه هون مثلا اذا الوجع على اليمين معناه الساينس اللي على اليمين هذا الفل اللي فيه ميوكس، اذا على الخد هون معناه انا بالخد فيه السانس اللي بالخد هو اللي فيه مشكلة. هاي برضو صورة معبرة، هاي شايفين كيف البيريولان ديستشارج، هاي أصفر وأخضر ما شاء الله، وهاي ببين إن الطريق مسكرة كونجستشن مش قادر يتنفس. هاي عم بحكي لك هيدك فيفر بين، لأنه أنت لما يكون في ميوكس بيضغط في بيعمل بريشر بيضغط على النيرفز فبيعمل بين. طيب شو رايكم بهاي السيمبتومز؟ هل هي سبيسيفيك؟ هل بتساعدني بالتشخيص؟ انتو هل في داعي اروح لكلتشر حتى اشخص ولا هاي السيمبتومز مميزه؟ مميزه سوسن عم تحكي لكم هاي السيمبتومز مميزه. طيب شو رايكم الباقي؟ بتحدد يعني الساينايتس عاده الدكاتره بحددوها بالدياجنوسيس زي هيك يعني يس. بالسيمبتومز فعليا يعني السيمبتومز هاي كثير مميزه الصراحه، يعني البيريولان ديستشارج لحاله مميز مع احتقان مع فيشل بين، عم بقول لك بطلت احس بالشم وبالتالي الشم على فكره بيعكس بالذوق، بطلت اكل احس بطعم الاكل. طيب هل في داعي اعمل كلتشر؟ ما هو على فكره اذا بدي اخذ كلتشر من وين بدي اخذ العينه يا جماعه؟ لو انا ورجيتك هذا الوجه من وين بدي اخذ العينه؟ من هون لو بدي اعمل كلتشر من الدشارج اللي بينزل من الانف ممكن ياخذ كلتشر. كلتشر من الدشارج اللي بينزل من الانف الانف ما بيكون كلير، ما بيكون كونتامينيتد، ما بيكون ستيرايل او انه بالعاده ما سمعت انه بيعملوا كلتشر اصلا. ما هو ليش ما بيعملوا؟ لانه شوف كيف الكلتشر بده يدخلوا ابره من النوز ويدخل هون ياخذ عينه، سميها ساينس بنكتشر. شايفين هاي إبرة من نوزه ليدخل على الجيب اللي فيه ميوكس ياخذ عينة كلير نظيفة من الميوكس اللي جوا. يعني هي لو العينة بقدر آخذها عادي من الديسشارج الطالع كانت نون انفيسيف وعادي باخذها، بس أنا بقول لك هذا الديسشارج الطالع بيكون كونتامينيتد فما بتكون العينة نظيفة. لازم عشان أكون أكرت أدخل إبرة وأدخل على الميوكس اللي جوا الجيب وآخذ عينة. شو رأيكم بهاي العملية؟ انفيسيف ولا مش انفيسيف؟ اكيد انفيسيف، اكيد انفيسيف. طب وبينفول ولا مش بينفول؟ يا جماعة الباقيين لا اكيد اكيد صعبة، مش بس هاي اللي شارك اكيد بينفول. فهاي البروسيجر انفيسيف وبينفول وتايم كونسيومينج وبالتالي لا تعتبر ريجولر تيست، يعني بتشبه مين؟ ايش ما برضه تيست باي ديزيز حكينا انه انفيسيف ونات ريجولرلي. هيباتيتس ميديا هيباتيتس ميديا تذكروا شو قلنا؟ لا تنبلك الابره بالدان ويدخل ياخذ من الافيوجن عينه، هاي تعتبر انفيسيف. وهذا نفس الشيء المبدا، ندخل بالابره لهون عبال ناخذ عينه فهي تعتبر انفيسيف، سميها ساينس بنكتشر. هاي العملية هذيك اللي سميناها تيمبانوسنتيسيس، هاي سميناها ساينس بنكتشر. هاي عبارة عن انفيسيف، تايم كونسيومينج وبينفول، وبالتالي نت ديل يوزد، ما بنستخدمها بالدياجنوسيس، لا تستخدم لأنها بينفول.
مع انها بتعتبر جولد ستاندرد. ليش يعني جولد ستاندرد؟ انا اذا اخذت عندي عينه من هون خلص بصير متاكده شو هي البكتيريا وقديش عددها واكوريت بتطلع عندي. بس مشكلتها انها انفيسيف. مشكلتها انفيسيف. كونها انفيسيف وقتها لا. وبالتالي هي بقول لك دس يعني بقول لك يعني الجمله كلها هاي بهاي السلايد برغم انه هاي الطريقه هي الجولد ستاندرد. يعني ايش جولد ستاندرد؟ يعني بتحكي لي بالضبط شو هي البكتيريا الموجوده بتحكي لي عددها. ولكن مع ان برغم انها جولد ستاندرد ولكنها انفيسيف وتايم كونسيومينج وبينفول. وبسبب هاي يعني الكومبليكيشنز تبعتها بعتمد فقط على الساين اند سيمبتومز بالدايجنوسيس. ممكن كمان اعمل ايش بقول لك راديوجرافيك كونفيرميشن. اعمل صوره للراس صوره هاي اكس راي راديوجرافيك كونفيرميشن بلاقي هاي الساينس مثلا بلاقي الساينس اللي فاضيين لونهم بلاك والساينس اللي فيه ميوكس لونه مثلا ابيض فصوره للراس ممكن تساعدني بالدايجنوسيس. اوكي بس فعليا الساينز اند سيمبتومز بكفي بكفي وزياده. إذا signs and symptoms بتكفي بالتشخيص تمام. إذا شوي مغلبني التشخيص بعمل radiographic صورة radiographic أو X-ray بس ما بعمل culture إلا بحالات محددة. شو رأيكم؟ طب متى بضطر كتير لكلتشر؟ بالكرونيك دكتورة كرونيك أو recurrent infections هيك لا بسوى صراحة أدخل وأعمل كلتشر أشوف شو هاي البكتيريا اللي ما عم تجاوب معي على المضاد الحيوي. عم بعطي مضاد حيوي ما في improvement كل ما يطيب المريض برجع ري انفكشن عنده. بدي أفهم احتمال فنجس تطلع معي على فكرة احتمال من الكرونيك. مش قلنا الكرونيك احتمال يكون عنده فنجس وانا نازل اعطيه انتي بكتيريا. ساعتها لما اخذت عينه من جوا للريكرنت انفكشن من الكرونيك ساينوسايتس ورحت زرعتها لقيت بالاخير ولا تريت فنجس الموجود فطريات مش بكتيريا ساعتها بغير الثيرابي. اذا هذا الكلتشر مش ريجولار تيست الا بحالات معينه ريكرنت انفكشن. ممكن اذا واحد اميونوكوبرمايز واحد كانسر بيشنت ما بقعد احذر عليه كانسر بيشنتس لازم اعمل كلتشر عشان اعرف شو المايكرو اورجانيزم الموجود. واضح يا جماعه؟ طيب اذا احنا هون قلنا اول طريقه للتايبس انواع الراينوساينوسايتس ايش شرحنا سايتس. دكتوره في نقاط على السلايد تروح وتيجي تيجي انا نقاط على السلايد اي انا تلا بعدين تروح مش ايش في نوت للتحت فايند هذيك والله ما انا سامع ولا شيء. انت حاطه على السلايد هلا صح؟ هذا السلايد ايوه انا لسه ما شرحت اوكي ماشي. طيب لهلا ايش شرحنا انواع الراينوساينوسايتس؟ قلنا اكيوت وكرونيك او سب اكيوت صح. وقلنا ايش بيميزهم عن بعض قديش الانفكشن طويل تمام. هذا الاكيوت هسه بدي بهمني اعرف هو بكتيريال ولا بكتيريال. مره ثانيه انا لهلا شرحت انواع الراينوساينوسايتس اكيوت وسب اكيوت وكرونيك حسب قديش الديزيز بيطول. وقلنا الأكيوت معنى قديش؟ up to من واحد لشهر؟ شهر؟ لا واحد يوم لشهر. اوكي up to one month up to one month. والسب أكيوت قلنا معك من شهر لثلاث شهور month. كل كرونيك قلنا أكثر من ثلاث months
هلا جوا الاكيوت، هاي هي اللي قدامنا نشرح عنها. جوا الاكيوت يعني هو بالاكيوت هو بده مضاد حيوي اذا بكتيريا. متى بعطي مضاد حيوي؟ اذا انا عندي اكيوت بكتيريال راينوسينوسايتس. متى؟ هاي هون السلايد اللي وراها بقول when give antibiotic. شرطين للانتيبيوتيك حتى ينضاف. اول اشي لازم يكون اكيوت، يعني مش كرونيك ولا سب اكيوت. ثاني اشي بده يكون بكتيريال. اذا انا هون انا بلعب بهاي الاريا انه يكون اكيوت بكتيريال ساينوسايتس. انا لهلا فهمت انتو كطلاب فهمتوا شو معنى اكيوت، انه هو اب تو 1 مانث. بس لهلا قلت لكم كيف بنفرق بكتيريال عن فيرال لسه. هاي ثاني ستيب، كيف افرق بكتيريال عن فيرال؟ لانه اذا كان عندي اكيوت بكتيريال هون انا بحاجه نيد انتي بايوتيك. اكيوت فيرال لا انا مش بحاجه لانتي بايوتيك. طيب اذا هون السؤال بيطرح نفسه، كيف بدي اميز فيرال عن بكتيريال بالاكيوت ساينوسايتس؟ هذا بشرحه السلايد التالي. في ثلاث اشياء عوامل بتاكد لي انه انا عندي بكتيريال وليس فايرال انفكشن بالاكيوت. شوفوا there are three clinical presentation اللي بتميز لي اكيوت بكتيريال عن اكيوت فايرال انفكشن. بتميز لي اكيوت بكتيريال عن اكيوت فايرال انفكشن. شو هي؟ شوف اول نقطه، البكتيريال انفكشن تيجي with persistent symptoms اكثر من 10 ايام، الفيرال فقط 7 ايام. اذا بده يجي مره ثانيه، انا قلت الاكيوت شهر ماكسيمم، شهر بتضل. هذا الشهر يعني انا معي من يوم لشهر لحتى اسميه اكيوت. هلا بقول لك اذا symptoms طولت اكثر من 10 ايام فهي بكتيريا، اذا symptoms 7 ايام وراحت فهو فيرال. اذا اول تمييز بالوقت الانفكشن، وقت الانفكشن اذا طول اكثر من 10 ايام لشهر، يعني من 10 ايام لشهر يعني طول، فهو بكتيريا. اذا يوم يومين ثلاثه معك بس ل 7 ايام فقط اسبوع او اقل فهو فيرال. هي اول تمييز بناء على طول السيمبتومز، من 10 ايام لشهر بكتيريا، من يوم لسبع ايام فايرال. طيب هاي اول نقطه حسب قديش السيمبتومز طولت برولونجد. طيب ثاني نقطه قديش السيمبتومز سيفير. اذا عندي هاي فيفر يعني الحراره لما قستها كانت فوق 39 فهو بكتيريال. لاحظوا هون الجمله بقول لك هاي بكتيريال اوفر فايرال، يعني هدول النقاط ماشيه مع بكتيريال. طيب اذا الفيفر 39 فما فوق فهي بكتيريال. طب لو بدي احكي اقل من 39 فهي فايرال، لما تكون اقل من 39 فايرال. إذا كانت بيريولنت ديسشارج فهي بكتيريال. طب وإذا كانت شو سمينا راني ووتري كلرلس فهو فايرال. ركزوا أنا حخليكم أنتوا تعيدوا قبل كمان شوي عشان أتأكد إنه فاهمين. فيشيال بين يعني لما يكون عندي facial pain كامل اعرفوا انه بكتيريا. الفيرال بيجي with no facial pain، يعني ممكن اقول لك شوية هيدك بس ما بقول لك عندي total facial pain. تمام؟ هدول ال high grade fever اللي هي fever عالية و virulent discharge و facial pain بتضلها مستمرة لثلاث لأربع أيام متواصلة. تمام؟ ثلاث لاربع ايام متواصلة، يعني ضلها هدول الثلاثة سيمبتومز متواصلين لدرجة ثلاث لاربع ايام. هاي ثاني نوع بالتمييز انه قديش السيمبتومز سيفير.
السيفير سيمتومز جاي مع بكتيريا، السيمتومز الأخف جاي مع فيرال. واضح النقطتين هدول يا جماعة؟ مين بده يعيد لي إياهم؟ دكتورة لما يكون عندنا الأعراض يعني مستمرة 10 أيام شهر هون تكون بكتيريا. طب وإذا استمرت لشهرين؟ بنحكي بكتيريا كمان. لا أو بنعمل أيوة بتبطل أكيوت. سب أكيوت تصير سب أكيوت. يعني أنا هون أنا عم بحكي عن الأكيوت خلص. يعني هون السب أكيوت والكروني خلص انسوهم للتريتمنت. هلا هلا انسوهم. يعني أنا بس بدي إياكم تعرفوا إنه السب أكيوت هي من شهر لثلاث شهور والكرونيك أكثر من ثلاث شهور. بعد هيك كل حكي أنا عن الأكيوت. بعد هيك كل حكي عن الأكيوت. ها كنترول سي. هلا من هون وطالع أنا كل حكي عن الأكيوت إنفكشن. خلص أنا بس بحبيت أقول لكم إنه في عنا إشي اسمه سب أكيوت إشي اسمه كرونيك. من هون وطالع كل سلايدات بحكي عن الأكيوت. طيب يلا ارجعوا يا هيا. اذا اول نقطه قديش السيمتومز طولت اذا اكثر من 10 ايام. تمام الديوريشن اللي حكينا عنها. هلا فايرال بتكون اذا كانت 7 ايام او اقل بتروح او بتروح. السيفيريتي بتكون اول شيء بنشوف الفيبر اذا كانت اكثر من 39 سيلسيوس هي بتكون بكتيريا اذا كانت اقل من 39 فايرال. ممتازة. البين بيكون إذا توتال فيشل بين بيكون بكتيريال إذا يعني مو كل ال نتوتال بين نحكي نتوتال فيشل بين نحكي إنه فايرال. طيب. السيفيريتي بتكون من 3 لأربعة أيام متواصلين بتكون بكتيريال أما هيك أقل إذا كانت فايرال. استنى شوي. البيريولان ديسشارج جاي مع مين؟ مع الفايرال. مع البكتيريا. لا البكتيريا هذاك ووتر ليك صح؟ ايوه الفيرال بيكون ووتري وبيكون كلرلس ما له لون. البكتيريا اللي بيكون ثيك وبيكون له لون اصفر اخضر ابيض اللي بدكم اياه. وكل هالي الثلاثه سيمتومز بتضلها مستمره لثلاث او اربع ايام متتاليه مع البكتيريا. تمام؟ ثالث شيء بيميز لي شكرا يا هيا. تعرف إيش يميز لي فيرال عن بكتيريا اللي هي اللي قبل شوي حكيناها السكندري بكتيريا. إذا أجا مريض وحكى لي يا دكتور أنا الأسبوع الماضي رشحت أو صابتني إنفلونزا بعدين طبت يومين ثلاثة أربعة واللي أنا جاييني هلأ احتقان، اعرفوا إنه هذا الجديد اللي نيو إنفكشن هذا بكتيريا 100% مش فيرال. فيرال دائما الإنفكشن الذي يتبع الفيرال بكتيريا نسميه دبل سيكنينج أو بنسميه سكندري بكتيريا، في له أكثر من اسم. تمام؟ يعني إذا السيناريو أجا كالآتي إنه المريض كان عنده أي أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، أي واحد رشح، فارنجايتس، إنفلونزا، أي شيء، فايرال طبيعتها فايرال، وبعدين طاب، بعدين رجع بعد كم من يوم صار عنده نيو انفكشن، اعرفوا إنه النيو انفكشن هذا دائما بكتيريا. تمام؟ فهذا بنسميه اذا ظهرت ساين اند سيمبتومز جديده نيو اونست هاي نيو فيفر وهيديك ونيزل ديسشارج بعد ما كان عنده فايرال. يعني هي السيناريو زي هيك بقول لك انا الاسبوع الماضي كان عندي رشح كنت مرشح ما صدقت طبت منه اجاني هلا نيو انفكشن هذا بنسميه دبل سيكنينج او سكندري دائما بيكون بكتيريال. هذا الانفكشن الثاني دائما بيكون بكتيريال دائما. تمام؟ بالعادة الدكتورة يمكن البكتيريا الانفكشن الكيسز بتيجي بعد الفيرال عادة يعني ما ببلش على طول الواحد أكيوت راينيتس إلا إذا كان عنده فيرال انفكشن بالأساس يعني ما بالبراكتس أظن هي هو أنت عم تحكي عن الحالة رقم 3 بس هاي بقول لك هنا زي ما أنت حكيت يعني أو أقرأك إياها هيا It is caused يعني epidemiology قديش هي منتشرة. It is caused mainly by respiratory لا مش هاي الجملة. هيا viral rhinosinusitis complicated by secondary بنسبة منيحة من البيبول. Yes يعني هاي النسبة منتشرة إنه يكون أول إشي بيكون عندي viral بعدين بنتهي بكتيريا. Yes. بعدين
عشان هيك مستنى عادة. هذا لا ينفي إنه ممكن يجيني بكتيريا من غير ما يكون مسبوق بفيرال. ممكن تجيني حالات ما عمره رشح قبلها وجاني بين بكتيريال إنفكشن. بس زي ما حكينا أغلب الحالات بتكون مسبقة بفيرال إنفكشن صح؟ أوكي جماعة. هذا سميناه سموه هون دبل سيكنينج. دبل سيكنينج معناه أنا كنت عندي فيرال وقعد أسبوع زمن. بعدين ارتحت يومين ثلاثة خمس أيام بعدين صار عندي نيو إنفكشن بسميه دبل لأنه صار عنده إنفكشن خلال أسبوعين تو إنفكشنز بسميه دبل سيكنينج. طيب المرة الجاية ببلش بالتريتمنت. هلأ واضح شو عم بحكي شو الفرق؟ إذا أنا عم فرقت بالتايبس أكيوت وسب أكيوت وكرونيك بناء على قديش الإنفكشن طول. هلا كل حكي بعد هيك انا عم بحكي عن الاكيوت. الاكيوت جوا الاكيوت انا لازم افرق البكتيريال عن الفاير لانه اذا تاكد انها اكيوت بكتيريال انفكشن اكيوت بكتيريال انفكشن هون انا بعطي مضاد. بس ماشي يا جماعه الخير ماشي.